الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا بكم طلاب الصف الثالث الثانوي مع حل التطبيقات على المفعول المطلق ونائب المفعول المطلق من كتابنا كتاب البرهان من صفحة 245. طبعا المفعول المطلق هو اسم منصوب من نفس حروف الفعل زي ذاكر الطالب الدرس مذاكرة، وكلمة مذاكرة من نفس حروف الفعل ونكرة منصوبة فتعرف مفعول مفعول مطلق. هناك كلمات تعرب نائب عن المفعول المطلق وهي عدد المصدر وصفة المصدر المحذوف والمصدر المؤكد لمصدر الفعل واسم المصدر وآلة المصدر، نوع المصدر، الإشارة إلى المصدر، العائد على المصدر. هذه الكلمات تعرب نائب عن المفعول المطلق. أول بقول يفر الشيطان من المؤمن هروبا، حدد سبب نيابة كلمة هروبا عن المفعول المطلق. طبعا يفر بمعنى يهرب، وجاب لي كلمة من يعني ايه كلمة يعني مرادف لها فقال لي هروبا. طبعا المفروض لو قال لي يفر الشيطان من المؤمن فرارا هنعرفها مفعول مفعول مطلق، ولكن هو قال لي هروبا فهي مرادف المصدر المحذوف، يبقى احنا خدنا رقم باء، يبقى ده كده اسمه مرادف المصدر مرادف المصدر. إن عاقبت المهمل ذلك العقاب، حدد سبب نيابة كلمة ذلك عن المفعول المطلق. طبعا جاب لي الفعل عاقبة في الأول، وجاب لي المصدر بتاعه عاقبة عقاب اللي هو معرب بالألف واللام، وجاب له اسم إشارة. طبعا ده كده هنقول الإشارة إليه. إذا احنا بدأنا الجملة بفعل وأتينا بمصدره مسبوقا باسم من أسماء الإشارة، فاسم الإشارة يعرب نائب عن المفعول المطلق، وما بعده يعرب ما بعده يعرب بدل. كده اتنين خدنا رقم جي. عندما تنزل بالإنسان نازلة يعرف ضعفه، حدد مما يلي إعراب كلمة نازلة. يبقى تنزل نازلة بالإنسان، من التي تنزل نازلة بالإنسان؟ فاحنا فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، يبقى احنا خدنا رقم دال. رقم أربعة صاغ الإيمان المؤمن صياغة، فطبعا صاغ صياغة ده المصدر، وأتينا بعده بجملة تصفه، بين نوع المفعول المطلق في الجملة. طبعا هنقول عليه مبين للنوع. طبعا المفعول المطلق فيه مؤكد وهو كلمة واحدة، فيه مبين للنوع وهو عبارة عن كلمتين إما نكرة ونكرة، مثل قولنا ذاكر الطالب الدرس مذاكرة جيدة، أو مذاكرة المتميزين يعني مضاف إلى ما فيه أن، أو مذاكرة تفيده. فهنا طبعا جبنا جملة نعم، ففي الحالة دي هو مبين مبين للنوع. رقم خمسة اضحك قليلا ولا تحزن كثيرا، كلمة قليلا نائب عن المفعول المطلق، لأنها طبعا كأن أصل الكلام اضحك ضحكا كان قليلا، ولا تحزن حزنا كثيرا، فإن طبعا هنقول عليه صفة المصدر المحذوف، يبقى احنا خدنا رقم د. عندي طبعا كثيرا، عندي بطيئا، طويلا، حسيسا، قليلا، كل كلمات ده هنقول عليها صفة المصدر المحذوف. ستة تهتم الدولة بالمتفوقين اهتماما واضحا، طبعا تهتم فعل لمضارع، الدولة فاعل، بالمتفوقين جر ومجرور، اهتماما مفعول مطلق. وبعدين جاب له واضحا نعت منصوب علامة نصب الفتحة، فطبعا هنا نكرة ونكرة، يبقى مبين للنوع. يبقى انا هنقول كده اهو رقم ستة خدنا رقم ألف مبين للنوع. رقم سبعة بيقول إن قليلا من الناس يعلمون يقينا أن الفضائل وسط بين زميمين، فالكرم مثلا تجده وسطا فاصلا بين التقتير والتبذير. ميز النائب عن المفعول المطلق في العبارة السابقة، طبعا قليلا ده اسم إن، يعلمون يقينا ده كده العلم واليقين واحد، فده كده مصدر مرادف، مفيش طبعا هنا وسطا مفعول به فاصلا نعت منصوب، فهنا طبعا خدنا يقينا، ده هنقول عليه مرادف للفعل. يعني طبعا العلم هو اليقين، ولكن انا ما قلتش يعلمون علما، فانا قلت يعلمون يقينا، فده كده
مرادف المصدر الايه مرادف مرادف للمصدر، فهنا طبعا يعرب ايه يعرب نائب عن المفعول المطلق. انا زرت المتحف المصري عشرات الزيارات، سعدت فيها بعظمة حضارتنا. من كلمت صديقي كلاما حسنا، حدد سبب نيابة كلمة كلاما عن المفعول الايه المطلق. فطبعا هنا كلمت المفروض نقول المصدر بتاعه تكليما، ولكن هو طبعا جاب لي مرادف المصدر الايه رقم 8، جاب لي اسم الايه جاب لي اسم الايه المصدر كده كلمته، وكلاما ده هنقول عليه اسم الايه اسم المصدر، يبقى احنا خدنا رقم ج، يبقى 8 خدنا رقم ج. تسعى الدولة حسيسا في ان تسترد كرامتها، طبعا قلنا حسيسا كان الكلام سعيا حسيسا، سبب نيابة كلمة حسيسا عن المفعول المطلق انها صفة المصدر المحذوف، وكأن الكلام سعيا حسيسا، يبقى احنا خدنا رقم ج صفة المصدر المحذوف. رقم 10 أنعم أهل القدس في ظل حكم المسلمين طويلا، كلمة طويلة النائب عن المفعول المطلق لأنها طبعا صفة المصدر المحذوف. 11 قال تعالى ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، بين نوع المفعول المطلق في الآية الكريمة، طبعا ينظرون نظرا ده كده مفعول مطلق، وجايب لي معرف بالالف والايه معرف وراه معرف بالالف واللام، يعني هو مبين للايه مبين للنور. 12 صفحه 246 بيقول قال الشاعر ما بال هذا الموج يخفق هكذا، خفق الحياه تولد بزوال. صغ نائبا عن المفعول المطلق، بدلا من المطلق خفق، يبقى انا هنقول كده اهو يخفق اخفاقا، يبقى احنا كده هنقول يخفق اخفاقا، يبقى احنا خدنا رقم ب. تقاتل الخصمان قتالا شديدا، ما الاعراب الصحيح لكلمه قتالا؟ طبعا قتالا هنقول عليها نائب عن المفعول المطلق، لها اسم مصدر، فطبعا المفروض تقاتل المصدر بتاعها تقاتل، طبعا مصدر الفعل خماسي، يبقى ايه المصدر بتاعها تقاتل وليس قتالا، ولكن هنا اتينا بقتالا اسم للمصدر فهي نائب عن المفعول المطلق. يتبادل الاصدقاء التحايا مبادله، اعراب صحيح لكلمه مبادله؟ طبعا مبادله هتكون نائب عن المفعول المطلق، لان هي المفروض نقول يتبادل الاصدقاء التحايا تبادلا، هنا طبعا اسم ايه اسم مصدر، يعني اتى بمصدر اخر غير من نفس حروف الايه الفعل، او يعني مختلف بس شويه عن نفس حروف الايه الفعل، يبقى احنا خدنا رقم د. 15 ميز الجمله المشتمله على مفعول مطلق مؤكد للفعل، خلاص مؤكد للفعل يعني كلمه واحده مفيش بعده ايه يعني هو المصدر فقط لا غير. يعيش الشعب عيشة كريمة، فطبعا دي مبين للنوع، لما كلمتين نكرة ونكرة، عيشا كريما برضو مبين للنوع، عيش المنعمين مبين للنوع، يعيش الشعب عيشا، هنا طبعا ذكر كلمة واحدة اللي هي كلمة عيشا، يبقى هنا ده هنقول عليه مفعول مطلق مؤكد للفعل، يبقى احنا خدنا رقم ايه رقم د. 10 ميز الجمله التي وردت فيها كلمه كثيرا نائبا عن المفعول المطلق، كثيرا ما يرتقي الاصدقاء، طبعا كثيرا هنا مفعول ايه مفعول به. عجبت للمقصر عجبا كثيرا، ده طبعا مفعول مطلق. ارتقى المجدون كثيرا من طموحاتهم، كثيرا مفعول به. اعتدل الجو كثيرا، هنا طبعا دي بقى نائب عن المفعول الايه نائب عن المفعول المطلق، يبقى 16 خدنا رقم د، وكان الكلام اعتدل الجو اعتدالا كثيرا. 16 ميز الجمله التي اشتملت على نائب عن المفعول المطلق، طبعا نائب عن المفعول المطلق حقق المتفوق مزيدا من التفوق، طبعا دي جفاني جر ومجرور،
ينصح المعلم طلابه مرارا، ده كده مرارا وتكرارا ومرة، ده كده بنقول عليها نائب عن المفعول المطلق. علمت الخير كثيرا، كثيرا مفعول ايه؟ مفعول به. بنى المصري حضارته بناء راسخا، يبقى احنا خدنا رقم ايه؟ يبقى رقم 17، خدنا رقم ايه؟ رقم ب. عندي مرارا وتكرارا تعرب نائب عن المفعول الايه؟ المطلق. 18، ما هذه الجمله التي اشتملت على نائب عن المفعول المطلق؟ هل يتوب العاصي توبه نصوحه؟ يتوب توبه طبعا مفعول مطلق. التأم الجرح افضل التئام، طبعا جاب لي المصدر اللي هو التئام وبعد جاب لي قبلها افضل، فدي نائب عن المفعول الايه؟ المطلق. ديت تعرف حسب موقعها في ايه؟ الجمله، يعني مفعول به. سندت مصر ايمانا، ده مفعول لاجلي، يبقى احنا خدنا رقم ب. يبقى 18 خدنا رقم ايه؟ رقم ب. التأم الجرح افضل التئام. 19، ميز الجمله التي اشتملت على اسم اشاره نائب عن المفعول المطلق. اندفع الوطن بتلك الخدمات طويلا، طبعا تلك ده اسم ايه؟ اسم مجرور، يعني اسم اشاره مبني في محل جر، اسم مجرور. امتحن المعلم طلابه ذلك، او امتحن المعلم طلابه ذاك الامتحان، ده كده امتحن والامتحان، يبقى ده كده نائب عن المفعول المطلق. اسم الايه؟ اسم الاشاره او المشار اليه. نام اهل الكهف نومه، طبعا نوما لم ينمه احد، ده كده ايه؟ الضمير. عندك ارتفع على مصر غايه الارتفاع، مصدر مضاف، لكن احنا عايزين اسم اشاره فاحنا خدنا رقم ب. يبقى 19 خدنا رقم ب، امتحن المعلم طلابه ذاك الامتحان. 20، ميز الجمله التي اشتملت على نائب عن المفعول المطلق صفه المصدر المحذوف. معنى صفه المصدر المحذوف يبقى انا هنجيب كلمه طويلا، حسيسا، بطيئا، سريعا، جيدا، وهكذا. طبعا يسعى العالم كله سعيا حسيسا لتدارك الازمه، طبعا مفعول مطلق ونعت، يبقى ده كده ما هوش نائب عن المفعول الايه؟ المطلق. عند كده انتشر الوباء في كثير من البلاد انتشارا سريعا، ده كده مفعول مطلق. يتمتع السائحون بجو مصر متعة، ده كده المصدر بتاعه. يذاكر الطالب دروسه جيدا، ده كده الايه؟ ده كده صفة المصدر الايه؟ المحذوف. كأن الجملة يذاكر الطالب دروسه مذاكرة جيدة. هنا طبعا خدنا رقم ايه؟ رقم ب. 21، ميز الجملة المشتملة على مفعول مطلق. عجبا لأمركم تتكاسلون وترجون النجاح. طبعا كلمة عجبا من الكلمات التي تعرب مفعول مطلق. عندي أكمل عمله كمالا، دي كده نائب عن المفعول المطلق. التقى الصديقان بعد طول غياب، مفيش هنا طبعا برضو نائب عن المفعول المطلق. استعد الطالب صديقه هدية، نائب عن المفعول المطلق. يبقى احنا خدنا عجبا لأمركم تتكاسلون وترجون النجاح، يبقى 21 خدنا رقم ألف. 22، صفحة 247، ميز الجملة التي اشتملت على نائب عن المفعول المطلق عدد المصدر المحذوف. هنقول أفنى العالم عقودا من عمر في خدمة العلم، طبعا هنا عقودا مفعول ايه؟ مفعول به. قضى الصائح في رحلته 30 يوما، 30 مفعول ايه؟ مفعول به. ويوما تمييز ملحوظ منصوب علامة نصب الفتح. يقطع رواد الفضاء آلاف الأميال، ماذا يقطع رواد الفضاء؟ آلاف مفعول إيه؟ مفعول به. هنا بقى يسافر الرحالة مئات الأسفار، جاب لي المصدر بتاع الفعل وجاب له عدد أو جمع، مفيش مشكلة، يبقى ده كده النائب عن المفعول المطلق عدد المصدر المحذوف، يبقى 22 خدنا رقم جيم. 23، ميز الجملة التي اشتملت على نائب عن المفعول المطلق لأنه مرادف للمصدر. سرني نصر الجيش المصري ابتهاجا، السرور والابتهاج بمعنى واحد، يبقى ده كده مرادف المصدر المحذوف. تعال نكمل. اسرع القطار سرعه، ده طبعا اسم المصدر. قام العامل بواجبه كافضل ما يكون، ما يكون الاداء. افاد الطالب من معلمه استفاده كبيره، طبعا اسم الايه؟ اسم المصدر.
يبقى احنا خدنا 23 خدنا رقم ايه؟ رقم الف. 24 ميز الجملة التي اشتملت على مفعول مطلق. اصطفى الله بعض الانبياء رقم الف اصطفى الله اصطفى الله بعض الشهور على بعض، طبعا ما فيش هنا مفعول مطلق. اصطفى الله اشخاصا بعينهم ما فيش مفعول مطلق. بعض الايام مصطفاه على بعض. الانبياء مصطفون اصطفاء، طبعا هنا جاب لي المشتق وجاب لي نكره منصوبه، يبقى احنا كده خدنا رقم ايه؟ رقم د. 25 ميز الجمله المشتمله على مفعول مطلق مؤكد للفعل، يعني كلمه واحده. انتصر الجيش للنصر الانتصار نفسه، طبعا ما فيش هنا مفعول مطلق. ان ينتصر الانسان على نفسه فهو الانتصار، الانتصار هنا طبعا تبقى ايه؟ خبر، ما هيش مفعول مطلق. انتصارا على اعداء وطنك فترضي ايه؟ فترضي ربك. برضو الانتصار المعروف مفعول بيه، مفعول بيه، يبقى احنا خدنا رقم جيم. انتصارا على اعداء وطنك فترضي ايه؟ ربك. يعني انتصر انتصارا على اعداء وطنك فترضي ايه؟ ربك. يبقى احنا خدنا رقم جيم. رقم 26 ميز الجمله المشتمله على مفعول مطلق مبين للنوع. مبين للنوع يعني نكره ونكره، او نكره ومعرفه، او نكره بعدها جاي بعدها جمله نعت. يا اما هنا يقول يستعد الطالب للامتحان استعدادا فيتفوقون، ده طبعا مؤكد للفعل. يستعد الطلاب للامتحان استعدادا يجعلهم يتفوقون. استعدادات متكرره ده كده عدد. استعد استعدادا ويتفوقون مكرر للجمله. طبعا هناخد رقم كام؟ رقم باء. استعدادا، هذا الاستعداد يجعلهم يتفوقون، يعني انا جبت ايه؟ جمله فعليه في محل نصب ايه؟ في محل نصب نعم. فهي طبعا دي حاله من حالات المبين المفعول المطلق المبين للنوع. رقم 27 ميز الجمله المشتمله مبين للعدد. يفرح القائمون على العمل عند اتمامه افراحا، ده طبعا جبتها جمع. اتمامي فرحا، فرحة شديدة، الاف الافراح، فاحنا خدنا رقم ايه؟ رقم الف عند اتمامه فرحا. هنا طبعا جابها لي ايه؟ جبنا المصدر جمع. طالما المصدر جمع ده يبقى كده مبين للايه؟ مبين للعدد. صفحة 248 من كتابنا كتاب البرهان بيقول حدد البيت المشتمل على مفعول مطلق مما يلي: شباب إذا نامت عيون فإننا بكرنا بكور الطير نستقبل الفجر. أدي بكرنا وجبنا بكور وجبنا الطير، يعني كده مفعول مطلق مبين للنوع. وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بل له القطر، طبعا ما فيش هنا مفعول ايه؟ مفعول مطلق. إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت. وسلى مصر هل سلى القلب عنها أو أسى جرحه الزمان المؤسى. طبعا احنا كده خدنا رقم ايه؟ رقم ألف. هي طبعا الكلمة اللي ايه؟ أو البيت الشعر اللي بيشتمل على مفعول ايه؟ مفعول مطلق. 24 جزاء وعايزين استخدم ما بين القوسين في ثلاث جمل صحيحة بحيث يكون في الأولى مفعولا مطلقا وفي الثانية نائب عن المفعول المطلق والثالثة مفعولا لأجل. طبعا جزاء الفعل بتاعها جزاء على وزن فعال زي نما نما، فهنا طبعا أو نما نما على وزن إيه؟ فعال. هنا طبعا الفعل أو المصدر جزاء ده طبعا جزاء يبقى مجازاة وجزاء زي عاقب عقاب ومعاقبة. فالمهم هنقولها ايه؟ مفعول مطلق. هنقول كده اهو جزاء جزاء الله المقصر جزاء شديدا، ده كده جبناه مفعول مطلق. يبقى جاز جزاء
بحيث طيب الثانية نائب عن المفعول المطلق جزى المعلم المتفوقين أفضل جزاء. جبت جبتها مضافة للإيه؟ مضافة للمصدر. عندي يؤتمن الأمين كل عندي هنقول كده أهو، نجيبها مفعول لأجله هنقول كده أهو رقم ثلاثة، عاقبت المقصر جزاء لفعله. لماذا عاقبت المقصر جزاء لفعله؟ فكلمة جزاء هنا مفعول ايه؟ مفعول لأجله. إن يؤتمن الأمين على كل شيء، اجعل كل في الجملة السابقة نائبا عن المفعول المطلق واعد صياغة الجملة. يبقى أنا هنقول كده يؤتمن الأمين كل الائتمان، كل الائتمان. أنا كده جبت مصدر الفعل وحطيت قبله كل، يبقى كده نائب عن المفعول الايه؟ نائب عن المفعول المطلق. اتمنى ان شاء الله تكون استفدت معايا. لو عجبك الفيديو اعجاب وشارك الفيديو مع زملائك، وانتظرنا في القادم ان شاء الله.